نورني ومشرفني كورال العظيم ده ودكتور ودكتور جورج لطيف. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله. دكتور انا عايز حضرتك الاول تكلمني عن الكورال بقى وعن تاريخ الكورال وعن مش عارف اقول ايه. والله انا مبسوط جدا جدا. نصهم صيادله ودكاتره ودكاتره اسنان وايه تاني؟ محاسبين ومهندسين وايه تاني يا دكتور؟ حاجه تشرف يعني حاجه تشرف انه الناس بتغني ومامهات وبابهات وطبعا يعني ابهات وابهات وبيغنوا اغاني دينيه وبيترجموا اغاني دينيه عالميه للغه العربيه علشان يوصلوها للناس اكتر بشكل مبهج. يعني شرف والله العظيم شرف لينا كلنا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كلمنا يا دكتور عن الكورال. الكورال ده ابتدى في الاربعينات بس انا ما كنتش لسه اتولدت. ايوه معقول يعني انما موجود في الكتب اللي بتاعه المسجلين فيها الحاجات يعني ان هو ابتدى في الاربعينات ويعني كان اول كورال في الكنيسه القبطيه المصريه اللي يبقى فيه اربع اصوات بني ادمين مش صوت واحد بيرتلوا باصوات مختلفه يعني واستمرت الاجيال ورا بعضها وانا كنت بغني في الكورال في يوم من الايام وبعدين بقيت مسؤول عنه وبعدين يعني كلهم ناس حلوين قوي وممتازين وبنختارهم من اللي صوتهم حلو خالص وطبعهم حلو. طب وايه طبيعه الاغاني اللي بيغنوها؟ ايه طبيعه الاغاني؟ هل هي دينيه فقط؟ هل حضرتك بتجيبها وترجمها؟ احكي لي اكتر عن طبيعه الاغاني. هو الاغاني اللي بنعملها في حاجات ابتدينا فيها الاول من الحاجات اللي كانت موجوده في التراث يعني بتاعنا وبعدين في ناس كتيره من الكورال ومن الكورال اللي كانوا اكبر يعني درسوا موسيقى ودرسوا في المعاهد الرسميه يعني بتاعه مصر. أيوة. وابتدوا يعملوا الترانيم والحاجات بيعملوا فيها الهارموني والتوزيعات الموسيقيه يعني وكده وبعدين بقينا شويه منهم كانوا في مدارس اجنبيه بيحبوا الحاجات ابتدوا يعني بعضهم الشباب هم اللي ترجموها وبعضهم حاجات ناس تانية ترجمتها وحس انها حلوه في الاولى يعني في بعض من الناس الموجودين هم اللي عربوا الاغاني الاجنبيه علشان خاطر يمكن في اللي موجودين دول في واحده عربت كذا حاجه. ارفعي ايدك. وفي ارفعي ايدك. اهلا اسمها ايه عشان الصوت مش واضح؟ ميراي. ميراي ازيك يا ميراي؟ هي يا جماعه بتعرب الاغاني وهي بتعمل الحاجات الحلوه والناس كلها ايه زي الفل. دكتور جورج لطيف قائد كورال سانت مارك ازاي عارف تتعامل معاهم كلهم؟ اكيد طبعا بقى في حد كده يعني لذيذ حد شقي حد كده ازاي بتعرف تتعامل مع جروب يعني؟ هم انا اعتقد يعني بيحبوني جدا. كلهم على فكره اغلبيتهم يعني شلتهم هم صغيرين او اتولدوا قدامي كمان. ده في قصه قصه يعني. علاقه قويه يعني وهم كلهم يعني انا ابوهم يعني لا ده حضرتك شرف لاي حد حضرتك تبقى ابوه بجد بجد. قول لي ايه لو في حد عايز يعني عنده تالنت او عنده الموهبه ان هو نفسه يعمل الاغاني الدينيه دي او الترانيم دي انا عمال ابص لكم مبسوط بيكم جدا يعني يعمل ايه برضه؟ يعني يتجه لحضرتك ازاي ولا خلاص هي كده بيبقى الفرقه مكتمله او كورال مكتمل وخلاص؟ لا هو احنا كنا يعني في مرتين في السنه بنحط اعلان على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. اسمها ايه بقى الصفحه؟ اسمها سانت مارك كواير. سانت مارك ايه؟ كواير سي اتش او اي ار. سي اتش او اي ار بتاعي اللي هو كورال سانت مارك. اوكي كورال سانت مارك والناس بتقدم وبعدين هم بيعملوا لجنه امتحان ويشوفوا الناس دول ويعملوا لهم اختبار صوت ويشوفوا هم اللي بيعملوا؟ يا خوف يا بدران. ودنه موسيقيه ولا لا؟ بيستجيب للريتم ولا لا؟ الحاجات دي كلها الناس الحلوين دول بينضموا. طب دكتور انت كنت بتحكي لي على قصه قبل ما نصور بتحكي لي على قصه بابا نويل او صح سانتا كلوز. طب ما تحكي لي برضو القصه دي انا عايز الناس كلها بقى تعرف اصل سانتا كلوز او بابا نويل او الراجل الطيب اللي احنا بنشوف صوره كلها اللي احنا اهو عندنا كل حاجه باينه في الاستوديو. حضرتك قلت لي كده على قصه انا عايز الناس كلها تعرفها من حضرتك. هو الكلام اللي حضرتك قلته دقيق جدا وسليم جدا. سانتا كلوز كان واحد فعلا عايش في القرن الرابع. أيوة. وكانت عيلته غنية جدا 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 لكنه هو ساب ده كله وقرر يعيش كراهب يعني أو كده
لكن اهله ما كانوش يعني ساكتين، كانوا كل شويه يدوا فلوس كتير. اوكي. فكان بياخد الفلوس دي وينزل يشوف مين بالليل، يشوف مين اللي محتاج، كان بيعرف يعني الاخبار وكده من الناس ويودي له فلوس ويودي له هدايا. والفكره مشيت كتير قوي لغايه النهارده. انا بعرف ناس كتير بتنزل تدور على الناس الغلابه واللي ما عندهمش مأوى وكده، وبيودوا لهم حاجات لغايه النهارده. اعتقد لو انا مش فاهم غلط، كان اسمه القديس نيكولاوس. نيكولاوس. كان اسمه القديس نيكولاوس. انا هفضل، انا عايز اسمع. ايه رايك نسمع حاجه تانية منه؟ اوكي. يلا بينا. Angels we have heard on high, singing sweetly.